صباح الخير أعزائي المشاهدين وفصح مجيد بعد هاللونج ويك اند. لازم أكيد نعمل رياضة. بعرف أنه بالويك اند شوي خبصتوا بالأكل. بعرف أنه كثير أكلنا شوكولات، أكلنا أكل أوقات بحياتنا العادية إذا كنا عم نتمرن وعم نتبع دايت معينة ما لازم نكون عم ناكلهم. على كل حال اليوم كمان رح تكون معي أنا ناتالي بربيري. كلكم بتتذكروا البربيري كانت تساعدنا كثير وتساعدكم وتتشارك معكم بالحركات الرياضية. بدي انتقل لأول صورة لوضح نحن شو عنا اليوم تمارين رياضية. رح نكون عم نحاكي أكثر كارديو فاسكولار وورك أوت اليوم. لما تكون حاضرة الصورة أكيد بتطلع على الهواء وبرجع بعدين بفرجيكم الحركات بالتسلسل يلي رح نشتغلهم. رح نعمل أربع حركات، رح فسر كل حركة وبعدين رح نرجع نجمعهم بسيركت واحد قد ما يكون عندنا وقت. يا منكون عم نعمل كل السيركتس كل الراوندز، يا اما بتكونوا عم بتكملون انتم بالبيت لعندكم. في حال حضرتوا هيدي الحلقه وما شاركتونا الرياضه الصباحيه فيكم بعدين خلال النهار تقدروا ترجعوا. ما بدي اقول لكم انا شو عم بصير ورا الكاميرا هون، بس عم جرب قد ما في يعني اجتماع الي ابو صالح، عوده البطل الي ابو صالح مع فادي سمعان ورانيا عم بيعمل امباكت كثير حلو. ناتالي وي ستارت اكيد وورم اب تشيك او ستريتشنج تشيك. كارديو فاسكولار سيستم عم بحكي عن من شو مكون الكارديو فاسكولار سيستم هون. اذا بتشوفوا الهارت، الرواية، الفينز، الارتريز، كل هدول اللي بودوا بيعملوا سيركيليشن للدم، بينقلوا اكسجين، بينقلوا نيوترينتس للعضلات ولكل شيء بحاجه له. خلينا نبلش نحن باول حركه رح اعمل. صحيح عم نستعمل ايكولايزرز ولكن فيكم تعملوا الحركه انتم على الارض بلا ما تكونوا عم تستعملوا ولا اكسسوري. انا بحب استعمل ايكولايزرز كرمال الجريب يلي بكون عم تعطيني اياها انا وعم بشتغل على الحركه. من هون ناتالي بلانك تو سكوات، ار يو ريدي؟ ليتس جو. 1 نطلع لهون بنعمل سكوات بوزيشن اند وي جو تو اور ليتس جو. 2 نعملها اسرع شوي هلا. 3 4 5 معدي مشدودة. 6 7 8 2 more to go. 9 and 10 slowly up. الحركة الثانية هي حركة كثير هينة فيكم تشتغلوا عليها ما بتكون أي أكسسوري، اسمها هاي نيز. بدي أذكر إنه كل حركة عندها ريجريشن وعندها بروجريشن، يعني بكل بساطة الحركة هاي إذا رح أعطي مثل هي هيك فيكم تكونوا عم تشتغلوها بهالطريقة على قد ما فيكم. بعرف بركي في ناس يكون عندهم شوية انجريز بدنا ننتبه ولكن بدنا نعمل افورت، بدنا نطلع اوت اوف ذا بوكس لنقدر نعمل حركة. وي ريدي؟ ريدي. ليتس جو، نبلش باليمين. 5 6 7 جو، ليتس جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 باخذ نفس، دائما معدي مشدودة. باخذ نفس وبفضي. الحركة الثالثة اكسرسايز نمبر 3 هو رح نعمل ديث ستارز يلي هي الحركة عادة هي هيك ديث ستارز ولكن رح شيل انا منها المنت للجامبينج كرمال كل العالم تقدر تكون عم بتشاركني ورح نعملها بهالطريقة 10 مرات. كمان وريدي؟ ريدي. ليتس جو. 5 6 7 جو. 1 عم تشوف قدامنا الاكسرسايزز يلي عم نعملهم هلا. ذس 3 4 5 6 7 8 9 and 10. بعد شوي رح يطلع عندكم على الشاشه السوشيال ميديا بلاتفورمز اللي فيكم تابعونا عليهم ات تاكتيكال فتنس قلبي. فيكم تابعوني عبر هالصفحه اكيد وتاخذوا كل البروجرامات اللي عم تشوفونا على الهواء. بيجوا بعدين بنعمل لهم بوست على ات تاكتيكال فتنس قلبي. اكسرسايز نمبر 4 سبايدر كرول. عادة سبايدر كرول بنمشي فيهم لقدام رح نكون عم نعملها ستيشنري. باي ذا واي فادي حركة مهمة جدا هيدي. من هون 5 6 7 جو ليتس جو. 1 نرجع لهون ننزل شوي. 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 slowly up. باخذ نفس عميق. دائما عم انتبه على كيف عم بتنفس. اكسجين كثير مهم بمرحله التدريب. دائما اسبوع عم بتنفس بطريقه صحيحه. وير جود؟ يس. اوكي رح نجمع هلا الاربع حركات. كل اللي عم بطلبه منكم تقوموا على الكاوتش وتشاركونا الحلقه رح تشوفوا فرق كثير كبير من انتم قاعدين وعم تحضروا. رح تعملوا كل الفرق لما تقوموا وتبلشوا تعملوا الحركات
بتعملوا شويه سويتنج مثل ما نحن عم نعمل. لكن نرجع نبلشهم من الاول. وي ستارت وذ ذا فيرست اكسرسايز. رح نعملهم كلهم سوا. ريدي؟ ريدي. ليتس جو. 1 2 3 معدة مشدودة. 4 5 6 7 دلني بسكوات بوزيشن هون. 8 ما بعلي لفوق. 9 and 10 up لفوق باليمين. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 perfect. بسكر اجري. Death stars, let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 perfect. Spider crawls, come on. برجع لتحت 10 مرات. We go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 perfect. Round number 1 check perfect. رح نرجع نعيدهم. The reason why نحن منصير نعيد الحركات اكثر واكثر راوند بعد راوند بتصيروا تأدوا بطريقه احسن. تأدية الحركات بتكون افضل. لكن ناخذ نفس and we go for round number 2. رح نعمل راوندز قد ما فينا. الهدف تبعنا اليوم اللي هو كمان الهدف تبعكم تعملوا 3 راوندز. We're good not. نرجع للاول. Let's go. لما اقول انا بلانك تو سكوات عم نعمل بلانك. لما اطلع بالبوزيشن لقدام عم دلني بسكوات بوزيشن، ما عم جلس لقدام. That's why plank to squat using the equalizers. من البوزيشن من هون. Let's go. That's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 معدة دايما مشدودة and 10 برجع لورا. We're good. Good. Technical problems دايما بال It's okay. Deja vu هيدي. بلش بيجي اليمين. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 good. مرنوا معنا، شاركونا الحلقة، تمرنوا معنا. Switch لهون. Death stars, let's go. 1 2 3 معدة مشدودة. 4 5 6 7 8 9 and 10 good. كمان لتحت نرجع على البوزيشن. نحن وقت نكون مستقلين لتحت بوزيشن اسمه prone position. على العكس لما نكون على ظهرنا وجهنا لفوق بنكون بسوبين بوزيشن. من هون باليمين 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 perfect. Good job. You trigger your cardiovascular system يلي كان منقله respiratory system. اكيد العضلات كثير من العضلات عم تشتغل بطريقه كثير منيحه. هيدي المجموعه من الحركات مفيده جدا لكم اكيد. كل الوقت اللي عم نشتغل فيها عضلات المعده كثير مشدوده. عضلات المعده كثير عم بتامن لي غطا مهم كرمال اقدر قد ما فيي امن الحركات بولا اي خطر اصابه. رح نبلش نحن بعد براوند نمبر 3 وقت رح يكون خلص معنا. انا بشوفكم نهار الاربعاء بنفس الوقت لنتشارك اكثر حركات رياضيه ورح نكمل براوند نمبر 3. ليتس جو. 1 بوزيشن 2 كمان. ثانك يو نات لليوم. ثانك يو ناتالي. اكيد رح نشوفك اكثر. 10 back لفوق. High knees. 5 6 7 go. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 and 10 back lahon death stars come on 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 let's go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لكن احنا مشاهدينا فقرتنا بتخلص اليوم هون بشوفكم نهار الاربعاء Thank you so much.